عندكم حملة سنوية، يعني أعتقد الحملة هذه لها طابع مميز نوعا ما، خبرنا عن هذه الحملة. الحملة مثل ما قلت أخوي محمد اسمها نستثمر بالمستقبل، والاسم تراه له دلالة أن اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة وفي حالتنا ممثلة بالأكاديمية نفكر في المستقبل القريب، ولكن كذلك نفكر في المستقبل البعيد. طبعا اليوم العالم يعيش أزمات متنوعة مش غريبة على أحد، بعض الحروب، أزمات غذائية، أزمات مائية، أزمة التغير المناخي، فالمشكلات العالمية والأزمات موجودة. موجودة طبعا. ولي تعزيز التعاون العالمي تحتاج أنك تصقل وتخرج ناس متمكنين يحملون رسالة الإمارات، ولكن كذلك يحملون العلم النولج في السياسة الخارجية ويحملون المهارات المناسبة. فنحن نطلق هذه الحملة كل سنة لنستقطب عدد من المترشحين في برنامجنا اللي هو دبلوم الدراسات العليا في الدبلوماسية الإماراتية والعلاقات الدولية. طبعا هذا البرنامج يمتد إلى 9 شهور، هو المدخل الرئيسي لوزارة الخارجية، فاللي يتخرجون من هذا البرنامج بنجاح، وهو الأمانة برنامج ثري متنوع من الصبح إلى المساء، جزء منه علمي لكن جزء منه كذلك تطبيق عملي. صحيح. فاللي يتخرجون من هذا البرنامج ينضمون إلى وزارة الخارجية كدبلوماسيين. ليش سميناه نستثمر بالمستقبل؟ لأن نحن نبدأ وياهم من باب الأكاديمية لين يتخرجون، ونستمر وياهم لين يوصلون الدرجات العليا في الدبلوماسية. فاليوم صحيح نحن ندرسهم 9 شهور نأهلهم إلى دخول الخارجية، لكنهم يردوننا بشكل سنوي للتدريب. التدريب والتعليم المستمر جدا مهم. نعم. العلم يتطور، العالم يتطور، اليوم نتكلم عن AI، عن Big Data، الداتا الكبيرة، عن التكنولوجيا، نتكلم عن الاقتصاد بشكل كبير، الدايفرسيفيكيشن، التنوع في الاقتصاد، جذب الاستثمارات. فهذه المصطلحات دائما نواكبها ونطورها ونعززها في خريجينا في الأكاديمية بشكل مستمر خلال مسيرتهم الوظيفية. والبرنامج يتنوع بين براكتيكال عملي، وجزء منه يكون علوم في الكلاسات من الدكاترة المتخصصين في جميع المجالات كذلك.